إخبارية. نعم. هذا التطور كمان واكبه انه اللي بده ينتسب للنقابة، اللي بده ينتسب للنقابة كمان بده يكون معاه بكالوريوس اقل شيء. هذا احنا مش اي واحد الان مع، يعني هذا عبارة عن تنخيل للي صار. احنا بنعترف كلياتنا انه في دخل ناس على المهنة، سواء المواقع الالكترونية او حتى الاعلام، ما لهم اي علاقة، ما لهم علاقة، وبجوز هذول اللي اساءوا مثلا للمهنة. احنا المهنة بدنا ننظمها، وهذا لا يعيب انه احنا، بالعكس احنا قد ما قدرنا نحاول نتمسك في المهنيين. الان شوف الصحافة اليومية بتعاني 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 من جميع الاتجاهات. احنا لو في عندنا مهنيين بتصدوا لاي ثغرات داخل الصحافة. نعم. لو في مهنيين، لانك انت بدك تتمسك في المهنة. وهذا الاساس، انت لانك المهنة بتحبها، ومهنة انك انت دخلت عليها من رغبات ومن تطلعات ومن اشياء اخرى، لذلك عليك ان تحافظ على هذه المهنة. نعم. بجوز انا من الناس اللي طرحت انه ليش ما يكون في تعاونيات، انه احنا نأسس صحف، بدل ما يجي واحد ما له علاقة ويأسس صحيفة ويقعد يتحكم في الزملاء يوم يطرد. المال يعني. قصدك رأس المال. رأس المال، ويجي يوم يطرد فلان وفلان، هذا طيب هذول الزملاء. هو المتنفذ وهو أيوة. صاحب القرار. آه. نعم، هذول الزملاء. وبالتالي يؤثر على الرأي العام. طبعا. اللي طبعا. احنا ويجبنا طبعا. احنا نشكله. يعني أنا دخلت على الصحافة هدفي إني بجوز رغبة أولا، وبدي أعيش منها. نعم. أعيش منها. أنا بعد ما أشتغل مثلا 10 أو 15 سنة يجي مثلا رأس مال يقول لي يطلع برا، ليش؟ ها؟ طيب، شكرا أستاذ حازم. إن عودي طبعا الحديث أستاذ باسل. هلأ تفضلت أنت، قلت أنه البحث عن الخبر وكذا، ومصادر أخباركم كيف يعني تبرمجوا للوصول إليها؟ يا سيدي، هو كأي وسيلة إعلام. نعم. نحن نعتمد على مراسلين في المحافظات، ونعتمد أيضا على بعض المراسلين أيضا من اللي أسميناهم أو يسموا بالمواطن الصحفي. هؤلاء المتعاونين مع وسائل إعلامنا. نعم. يضعون بصورة أيضا مجريات وأحداث تقع بشكل سريع ومباشر. إيه؟ وطبعا هذه الأخبار التي ترد من هنا وهناك من المراسلين، من المندوبين، ومن المواطنين أيضا، لأن أنت تعرف أستاذ موسى أن الإعلام الإلكتروني هو إعلام تفاعلي. هو يقوم صحيح. على هذه على العمود الفقري لهذه الوسيلة، على حبة بالضبط، على هذه التفاعل. لذلك الدولة كان هاجسها أن تنهي هذه الحالة، لأنها لا تريد هذا الانفتاح بين وسائل إعلامنا والناس، تريد أن تنهيها. طب وجاءت بقانون المطبوعات والنشر حتى تقضي على قيمة التعاون والتفاعل والتواصل بين وسائل الإعلام والناس. ماشي. الآن كيف نتأكد؟ معلش يعني ما هو أنا بدي أحكي الآن، خلينا نفترض أن أنا الدولي. نعم. وأنت موقع إلكتروني. نعم. أنت كيف تتأكد من مصدر الخبر إذا إجاك من المواطن الصحفي أو مصادرك الصحفية؟ نعم. كيف تتأكد من ذلك؟ وبالتالي هو يعني خلينا نقول صحافة اللحظة، موقع الإلكتروني طبعا، تك صحيح، فلاش. أوكي. نعم. طيب هلا كيف تتأكد أنت من هذا الموضوع وكيف تعرضه صحيح هلا كأي وسيلة إعلام في الدنيا؟ تصل المعلومة وتبدأ غرفة التحرير بالتحقق ضمن الأسس المعتمدة والمرعية. نعم. والمتبعة في كل وسائل الإعلام. نتصل في إذا كان القضية حدثت في موقع، نتصل بمندوبنا للذهاب للموقع فورا والتحقق من خلال المسؤولين في محافظته. نعم. نقوم نحن بالاتصال بالجهات المعنية في عمان، ونقوم بالاتصال في بعض المصادر المؤكدة، يعني نحاول أن نتحقق من خلال مصدرين أو أكثر حتى نؤكد المعلومة، وفورا نقوم بنشر الخبر. نعم. بمعنى ضمن المعايير المهنية المتبعة في أي وسيلة إعلام في الدنيا. هذا يحدث في وسائل الإعلام المحترمة في بلادنا، ولذلك نحن استطعنا في منذ نشأة هذه الصناعة الجديدة أن نسبق العالم في الخبر المحلي. أنت تعرف أستاذ عمار، وأنت عصرت كل هذه المحطات، كان الخبر الأردني يخرج أولا في وكالات الأنباء العالمية والفضائيات العربية. نعم. وبعد ذلك تتناوله وسائل إعلامنا المحلية، وربما تتجاهله في أحيان كثيرة. نعم. نحن وفور ولادة هذه الصناعة بدأنا
نسبق الدنيا في معالجة قضايانا وتعريف الناس بما يجري ونحصد أيضا ردود فعل من مختلف الجهات والأطراف على كل القضايا التي تطرح والأحداث التي تقع. لذلك نحن ضمننا التعاطي مع الخبر المحلي بسرعة وبكفاءة وبمهنية عالية. يعني أنا بتأمل وتوقعاتي إن شاء الله أنه يكون هيك، أنه نكون دائما على مستوى الحدث. ولأنه كثير من الأصابع على المواقع الإلكترونية أنه هذه المواقع هي موجودة فقط ل خلينا نقول يعني أنت حضرتك حكيت الابتزاز يعني هذه التهم المعلبة الجاهزة. أنا شوية بتحفظ على كلامي، ليس عفوا ليس يعني هروبا، لا أنا بتحفظ لأني مش حابب الصورة الجميلة ألطخها في أشوهها في للأسف. يعني للأسف أنه الكثيرون يقولون أنه البعض عامل موقع إلكتروني وشغلته عملته أنه يا موسى عمار يا إما بتدفع لي مبلغ شهري يا اما اني انا بدي افري وبرك زي ما بيقولوها بالعاميه. صحيح هذا وهذا بيقودنا استاذ باسل لان نسال مصادر التمويل من وين. نعم، هلا نبدا في الشق الاول. احنا هناك في بعض الممارسات الخاطئه ونحن نعترف بوجودها، لذلك نحن ذهبنا باتجاه تنظيم الصناعة وقدمنا صياغ وقدمنا آليات مناسبة لنتخلص من هذا الدرن ومن هذه الأخطاء التي تحدث هنا وهناك. ولكن للأسف الشديد اللي باغتتنا الحكومة بتشريع لا يمس هؤلاء الذين يعتدون على الحرية على المهنة ويعتدون على هذه الصناعة الجديدة ويرطخون هذه الصورة المشرقة، إنما جاءت لتقيد الإعلام المستقل الذي يعمل ضمن أرقى المعايير المهنية والأخلاقية في هذه المهنة. طيب. مصادر تمويلنا نحن نعتمد على الإعلان أولا وأخيرا، الإعلان البانرز اللي هي التي ننشرها، شركات مؤسسات الاتصالات، وطبعا إذا أنت كنت حصلت على جمهور عريض وواسع لمصلحة الجميع أن يعلن في هذه الوسائل الإعلامية الجديدة التي تصل إلى الناس في كل مكان. نحن الأرقام التي أرقام الجمهور في بعض المواقع المتقدمة وصلت إلى 600 ألف زائر باليوم، 500 ألف زائر باليوم، وهذه أرقام ربما لا تحوز عليها جميع وسائل الإعلام معا. فأنت تتحدث عن وسائل إعلام تصل إلى الناس ويتفاعل معها الناس، ومصلحة هذه الشركات أن تعلن في هذه المواقع. ويمكن أستاذ باسل يعني لا أكتمك أنه العصرني ضرورات العصر تفرض على الكونسيومر المستهلك أنه يستخدم الهاتف تبعه على النت، ما هو النت صار بيشوف اللي بده إياه أو على في بيته أو باللابتوب يعني. طبعا ولا ينتظر إلى اليوم الذي يليه حتى يعرف الخبر والمعلومة. نرجع بتراهن على وعي المواطن، يعني وعيه تحديد للوسيلة اللي بده يختارها. صحيح. طب نرجع مرة ثانية للنقابة. يعني أنا شاعر من خلال كلام الأستاذ باسل أنه في هم من اختلاط الأمرين الصالح والطالح. كيف ممكن احنا مشان حتى يعني انتوا هذا بالقانون اللي بيشتغل في 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 موقع الكتروني ومع على رايك بكالوريوس، يعني انا مش رغم اني انا مش مع هاي الجزئيه بده يكون معاه بكالوريوس بده يشتغل، ما هو كمان انت هو بتجيب ناس يعني بيدخلوا على المهنه زي ما تفضلت. في ناس يعني واحد مثلا على سبيل المثال فاتح مثلا مصلحه معينه واقول لك بصراحه انا والله العظيم هذا صارت معي، رحت بدي أساس أجيب خادم إلى والدتي تعبانة مريضة، ولما دخلت عند الرجل هذا وعرفته على نفسي وكذا بقول له أنا صحفي وكذا، بقول لي أنا عندي موقع إلكتروني، وأعطاني اسم الموقع وموقع شغال ويشاهد. طيب يعني كمان إحنا نحافظ على المهنة كمان، ما هو يعني احنا الان الان يعني يعني خلينا بس اكمل احنا كلنا مجمعين على اهميه الخيار. حبيبي حازم يرضى عليك، بس خلينا كمل سؤال عندي. تفضل ونبدا بماذا نريد. مش هيك؟ نعم، خلينا نخلص شو اللي عندنا اول، شو همومنا شو كذا وبعدين منك. طيب هلا البعض ايضا
بيتخذ من المواقع الإلكترونية وسيلة بوق لإثارة النعرات وإعطاء الأحداث صورة غير الواقع لغايات. أظني وارد عندكم هاي. يعني إذا بدنا نوصف بدقة. تفضل. عن هذه المفردة قصد البوق. الفيدباك. لا البوق. البوق. فأنت يعني إذا تابعت وسائل الإعلام الرسمية والشبه الرسمية فأنت ترى البوق أمامك في كل كلمة وزاوية وصورة أبوك وموقف. أبوك كثيرة بس خلينا نأخذ يعني لا ما إحنا يعني ما هو إذا بدك تحكي على الأبواق إحنا إعلامنا كله تحول إلى 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 حملة مباخر وأبواق للأسف. يعني إذا أنت في هذه الظاهرة في حدودها الدنيا في الإعلام الإلكتروني ولكنها موجودة في وسائل الإعلام الأخرى جميعاً وعلى نحو لا يحترم الحقيقة، لا يحترم المهنة، لا يحترم شرف المهنة، لا يحترم القسم. قسم الذي عندما أصبحنا أعضاء في نقابة الصحفي أقسمنا قسم أن وقسم مهم ولا يحترم الناس ولا يحترم عقول الناس. هلا بدنا نأخذ القسم منك. القسم وين أقول لك يا عادي خلي العالم تعرف إنه صحفي لما بيصير صحفي إيش أستاذ يعني المفروض إحنا في عنا نعرف في قسم أبو قرار طبعا في قسم للصحفي في عنا أخلاقيات بالنسبة للمهنة في ميثاق شرف وفي ميثاق شرف المفروض أي صحفي يلتزم فيها. يعني الصحفي هاي القانون هذا مش يعني في حوالي 80-90 بند هذا القانون مفصل. يعني أي صحفي مفروض يكون في عنده أخلاقيات. إحنا بواجهنا مثلا في النقابة إحنا في جلساتنا الاعتيادية كل أسبوع بيجينا كثير مشاكل في شكاوى على عدد من الصحفيين انه سبع فلان انه شتم فلان انه كذا هذا ونتحقق منها. احنا ممارسات شخصية خلينا نعتبره اخلاقيات لا شخصية لا في كمان مسبات على مثلا اشخاص يعني في احيانا ناس اللي هم منزلتهم الاعتبارية بيحاولوا يحطوا منها شايف. انا بفترض استاذ حازم انا بفترض انه سوء المسلك او سوء الملفظ شغلي ملهاش يعني بصلب المهنة. المهنة مثلا المهنة ممنوع يعني لا يجوز إثارة النعرات زي ما تفضل. تمام. شايف لا يجوز. إنه أي شخص بحاول. الناس مش معطى كل واحد يسب علينا. بالضبط. لا يجوز مثلا التعرض للأمور المذهبية. شايف. يعني في قوانين بتحاول انها هاي تأطرها وما تحاول يكون في اي تجاوزات. لكن للاسف انه فينا يعني الان الصحافه الالكترونيه ما كانت منظمه. الان مثلا لما يصير في عندك اي عامل او صحفي بيشتغل في صحيفه الكترونيه بده يلتزم بقوانين النقابه. الان ما في التزام ما في التزام. مش معناه انه مثلا ما فيش عندنا مواقع الكترونيه جيده وما بتتحلف الاخلاقيات. لا في بدايه فيه. من بدايه جلستنا ما قلنا انه تعميم. طبعا احنا قلنا انه في بعض من يسيء. طبعا البعض يسيء والاساءه ترى مشكله لانه يعني بيروح الصالع بيروح بعروه الطالع. صحيح. احنا انا يعني ادعو الزملاء في النقابه وأنا طبعا الزميل حازم هو له خانة مختلفة لأنه معنا دائما في كل الفعاليات ومن الناشطين في حقيقة. ومن المؤمنين بالمهنة. نعم. وهؤلاء قلة في الوسط للأسف. النقابة مطلوب منها اليوم أن تنتبه إلى ما يحدث في وسائل الإعلام التي تتعامل معها كشيء مضمون وأنها تمارس المهنة بضمن معايير إلى آخره. هذا غير موجود وغير صحيح. نعم. إعلامنا إعلام الرأي الواحد زي قانون انتخاباتنا قانون صوت واحد. إعلامنا إعلام رأي واحد. إعلام لا يحترم الرأي الآخر ولا يتناوله لا من قريب ولا من ولا بعيد يناقشه. ولا يناقشه. إعلام يغيب قطاعات واسعة من الناس. إعلام يسيطر على الصحفي ويمنع أن يقوم بدوره كما يجب. نعم. هناك في إدارات في هذه المؤسسات الصحفية إدارات تستحوذ على القرار بغض النظر عن 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 صحة هذا القرار ومهنيته وتوجه دفة هذه الوسائل الإعلام كما تشي وكما أو كما تشاء السلطة. وهذا يحدث في وسائل الإعلام الأردنية كلها. وأي صحفي يناكف
أو يرفض هذه الصيغة المعيبة، هذه الصيغة اللي تقوم على التبعية المطلقة والموافقة والإذعان والامتثال لقرارات الإدارة.